السلام عليكم، مرحبا بكم. الوصفة اليوم في غاسين كويزين بان كيك بالموس. من أجل تحضير هذه الوصفة نحتاج كأس من الشوفان أو من الفارينة، كأس إلى ربع من الحليب، حبة بيض، خميرة، كيس خميرة، كيس فانيلا، عسل من أجل التزيين، موس يكون طيب بزاف. للتحضير نحتاج ميكسر، في الميكسر نحط الشوفان، يمكن استبدال الشوفان بالفارينة، لكن كي نستعملوا الفارينة لازم نراقبوا دائما كمية الحليب تكون أقل. نرحيو الشوفان جيدا، لافوان، بعد ذلك نضيفو له كأس إلى ربع حليب، حبة بيض، كما نشوفو هي وصفة مغذية جدا، تصلح لفطور الصباح، تصلح للأطفال، يحبوها الأطفال، فيها ريحة مميزة بالموز وكذلك بالفانيلا. نضيف الخميرة ثم نزيد كيس الفانيلا ثم الموس اللي قلنا يكون طيب مليح. وما نحتاجوش للسكر في هذه الوصفة لأن الموز بطبيعته حلو المذاق. هذه الوصفة أيضا تصلح للرياضيين. هي وصفة تمدنا بالطاقة خاصة إذا كان استعملنا الشوفان. نمزجوا كل المكونات دائما في الميكسر. هي وصفة سهلة جدا لأنه نستعملوا فيها الميكسر، يكون بهذا القوام. نرحيوه مليح، نشوفوا كما رأينا العسل مازال ما نستعملوهش حتى للتقديم. من الأفضل يكون عسل حر مليح في فطور الصباح، خاصة في هذه الفترة تاع الخريف اللي هي فترة لي غريب، المرض السعلة. بعد ذلك نأخذ مقلاة، ما تلصقش، لكن من الأحسن نديرو لها الزيت، ندهنوها مليح بالزيت بالفرشات كما راكم تشوفون. نديرو على نار متوسطة، نخليو المقلاة تسخن مليح، بعد ذلك نبداو نفرغو مباشرة بالطاس ديال الميكسور كما رانا نشوفو. شوفو كيفاش بدات تثقب، بدات تنفخ. من الأفضل قبل ما نبداو نطيبوها نخليوها تتحط حوالي 10 دقائق. شوفوا كيفاش بدات تنفخ، بدات تدير في الثقوب. كي تبدا تنشف على الحواف، بدات تنحى العجين على الحواف. شوفوا باللي سهله جدا
باش تتنحى ونقلبوها. قلبوها باش تشوفوا، شوفوا اللون احمر، احمر قاتم، هذا هو اللون بسبب الموز. الموز دائما يمد لون هكذا. هي مغذية جدا كما تشوفوا، سهلة للتحضير، ذوق رائع، خاصة مزيج بين الموز والفانيلا. طيب حوالي دقيقتين أو ثلاثة من كل جهة كما راكم تشوفوا. تاخذش وقت كبير. كما راكم تشوفوا ها مجدولي، هذو لي بانكيك. بعد ذلك يكونوا سخونين نديروا لهم العسل، كما قلنا من الافضل يكون عسل حر باش نزيدوا الفايده للجسم تاعنا. وهو يصلح لإفطار الصباح، يكون لذيذ ومغذي وخاصة إنرجيتيك كي يكون محضر بالشوفان. وشهية طيبة، إن شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم.